المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة. وشكرا لكم. سلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع إلهام. وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة بتخسيس البطن وإزالة الكرش في 3 أيام فقط. تذوب دهون البطن مهما كانت الكرش كبيرة جدا ومدلدلة. نتمنى وصفة اليوم تنال الإعجاب ديالكم ونتمنى انها ترضيكم وتستفدوا منها سواء بالقليل او بالكثير. المهم هو الاستفاده اكيد. وصفه اليوم سهله مهله بسيطه، واهم شيء انها في متناول الجميع، يعني اي سيده ممكن تعملها في البيت او في المنزل ديالها وتستفد منها. قبل ما نتعرفوا على المكونات ديال هاد لاغوسيت، طريقه التحضير ديالها، الاستخدام والاستعمال ديالها، فنبغي نرحب بكل من كيزور هاد القناه سواء النساء رجال. وصفه اليوم هي للنساء وللرجال، اي للجنسين معا. وصفه اليوم عباره عن مشروب سحري او محلول سحري اللي غادي نشربوه وغادي نقصوا الوزن في 3 ديال الايام الاولى. غنبداو نلاحظوا الفرق او النتيجه قبل وبعد، واكيد مع المداومه غيبان الفرق الشاسع والكبير جدا. وصفة اليوم ليست عبارة عن علاج موضعي أو وصفة للاستخدام الخارجي، وإنما وصفة اليوم عبارة عن مشروب سحري اللي غتشربوه وبالتالي غتحصلوا على بطن مسطحة للجميع. وكما قلت لكم قبل ما نمشيو نتعرفوا على مكونات الوصفه، فنبغي نرحب بكل من كيزور هذه القناه. ما تنساوش الا كنتو اول مره كتكتشفوا هذا، ضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، تفعلوا زر الجرس، تخليوا لنا تعليقات، الاقتراحات، الاستفسارات ديالكم في خانه التعليقات. اي وصفه نتوما مجربينها لقيتوا عليها نتائج سريعه ورهيبه وفوريه، فاكيد اكيد نبغي نرحب باي وصفه ديال اي شخص سواء امراه سواء رجل. مرحبا بالجميع، مرحبا باي وصفه فقط تكون مجربه ومضمونه. شخصيا نجربها ولا عجبتني غادي نجي نشاركها معكم هنا في القناة لتعم الفائدة للجميع، وهكذا نستفدوا منها وانتم تستفدوا وحنا نستفدوا اكيد. وما نطولش عليكم اكثر، نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، الطريقه ديال التحضير، الطريقه ديال الاستخدام والاستعمال. ايضا اول مكون غنحتاجوا له في هذه الوصفه، غادي نحتاجوا حامضه اولا بلوتونس، حامضه مقطعه على 4. ممكن تاخذوا الكميه اللي غادي تناسبكم ديال الحامض. بالنسبه للحامض معروف عليه التخسيس، يعني رائع جدا بخصوص التخلص من الوزن الزائد. غنحتاجو لتاني مكون اللي هو الزعتر المجفف. انا هنا ما طحنتوش، نتوما اكيد الا بغيتو تطحنوه غيكون افضل، يعني من الاحسن كل المكونات يكونوا مطحونين، ولكن انا هنا اختاريت الزعتر ما يكونش مطحون عفوا، يعني يكون مجفف بهذا الشكل، وانتم لكم كامل يعني الاختيار ديالكم. بالنسبه لثالث مكون فغنحتاجو الكمون بودرة. ممكن تاخذوا الكمون حبوب حتى هو، اي حاجه اكيد نسبتكم، على حسب ايضا المتوفر عندكم في البيت. يعني الا كانوا مكونات متوفره عندكم مثلا مطحونين فغتستخدموهم، الا كانوا متوفرين عندكم حبوب فاستخدموهم، يعني على حسب الموجود والمتوفر عندكم في المنزل ديالكم. بالنسبة لرابع مكون غنحتاجو ليه هو الحامض معصور. كما لاحظتو عندنا حامضة معصورة ولا حامضة ونص معصورة، ممكن تاخدو الكمية ديال الحامض المعصور يعني على حسب ما قدرتو، على حسب داكشي اللي بغيتو. وعندنا حامضة مقطعة على 4 يعني بدون بلا ما نعصروها، يعني حامضة مقطعة على 4 بلا ما نعصروها، وحامضة ولا حامضة ونص معصورة. وغنحتاجو لآخر مكون اللي هو سكنجبير أو الزنجبيل بودرة. ممكن تستخدمو اي سكنجبير يعني سواء طازج او بودره، يعني على حسب المتوفر عندكم في البيت او في المنزل ديالكم. هو صراحه سكنجبير الطازج كيكون افضل لانه النتيجه ديالو كتكون سريعه رهيبه وفوريه، ولكن الا ما توفرش عندكم الطازج فممكن تستخدموا غير سكنجبير بودره. بالنسبه لاخر شيء غنحتاجوا كوب من الماء الدافئ او الكوب من الماء المغلى، لانه كل المكونات غادي نضيف لهم غير هذا الكوب وغادي نخلطهم ونقدمهم معكم، ما غاديش نعمل الكل في الكاسرول ونمشي يعني نخليهم يغليو. هذه طريقه اولى، وطريقه ثانيه يعني اي طريقه تنال الاعجاب ديالكم فاستخدموها، سواء يعني تودعوا كل المكونات على كاسرول وتضيفوا لهم الماء وتخليوا الكل يغلى ومن بعد تصفيو وتشربوا المشروب بالصحه والراحه. كيف ممكن تعملوا الطريقه الثانيه اللي غنعملها معكم الان مباشره، يعني اي طريقه جاتكم سهله فهي اكيد اللي تلجؤوا ليها. فبسم الله على بركه الله، فغادي ناخد اناء بهذا الشكل، غادي نضيف له عصير الحامض المعصور وغنضيف له الحامض اللي ما معصورش، غنضيف الزعتر المجفف، غنضيف
غادي نضيف الكمون بودرة كما قلت لكم. إذا توفر عندكم الكمون حبوب فممكن تستخدموه. غادي ناخدو سكينجبير أو الزنجبيل بودرة، إلا كان طازج ما عليكم إلا تبشروه وتستخدموه في هذه الوصفة. فهما جوج المعالق ديال السكينجبير. الان غادي ناخذ كوب من الماء الدافئ او المغلى وغادي نضيفه في هذا الاناء الزجاجي بهذا الشكل، وغادي نخلطوا الكل بواسطه ملعقه. نحاولوا كل المكونات يعني نخلطوهم مزيان. فبعد ما كنخلطوا المكونات مزيان بواسطه ملعقه كنحاولوا نغطيو هذا الاناء ونخليو الكل يرقد لمده ديال 4 ساعات، اي 15 دقيقه. ممكن تخليهم ليله كامله، ممكن تخليهم 20 دقيقه، ممكن تخليهم 30 دقيقه، ممكن تخليهم ساعه، ساعه ونص، الوقت اللي استطعتوا. فمن الاحسن تخليهم مده طويله باش هكذا كل المكونات يطلقوا الفعاليه ديالهم. عاد ندوزوا للتصفيه. انا هنا ان شاء الله ما غادي نخليهم حتى شي مده لانه بغيت نقدم معكم الوصفه باش هكذا تعرفوا خطوة بخطوة، ولكن انتم باش نجح معكم الوصفة وباش تعطي نتائج أسرع وأكثر بإذن الله تعالى، فيجب أنكم تخليوا هذا المشروب هذا واحد 20 دقيقة أو 30 دقيقة أو 15 دقيقة أو ساعة، أو ممكن تخليوه ليلة كاملة، يعني مثلا تعملوه في العشية تخليوه النهار كامل أو الليل كامل، والغد ليه عاد تبداو كتشربوا فيه في الصباح. فهاد الآن غادي ندوزو للتصفية ديالو. فبسم الله على بركة الله، غادي ناخد هاد الإناء هذا او هاد الكوب هذا بليطو، غادي ناخذ الصفايه وغادي نبداو كنصفيو المشروب ديالنا. كنحاولوا ناخذ ملعقه ونوركو بهذا الشكل هذا باش هذوك الشوائب يعطيونا يعني داك المشروب اللي بقى. وهذا هو المشروب الصحه والراحه والهنا والشفاء لاي شخص باغي يجرب هذا المشروب هذا، فكيجي بهذا الشكل هذا. كنعاود ونحركو الا بغينا اكيد، وكنقدموه بالصحه والراحه. بالنسبه لهذا المشروب الناس اللي غيسولوني عليه في التعاريق واش ممكن التحليه ديالو، اكيد ممكن اننا نعملوا ليه التحليه بملعقه او نصف ملعقه من العسل الحر او العسل الطبيعي او عسل السكر على حسب المتوفر عندنا في البيت، كيف ما ممكن نخليو المشروب بدون سكر او المحلول بدون سكر نهائيا، سواء بسكر سنيده او بالعسل، يعني ما نحليوش نهائيا، نخليه بدون تحلية. إلا قدرتو استطعتو فحاولوا تخليوه بدون تحلية، إلا ما قدرتوش وما استطعتوش فما كاين حتى شي مشكل، ممكن يعني تعملوا ليه التحلية على حسب نتوما شنو بغيتو. أول شيء قبل ما تعملوا حتى حاجة حاولوا تشربوا المشروب، إلا قدرتو فخليوه عادي، إلا ما قدرتوش حاولوا تعملوا ليه التحلية باش هكذا تشربوه وتستفدوا منه إن شاء الله. بالنسبة للطريقة ديال شرب هذا المشروب هذا لتخصيص البطن وإزالة الكرش 3 أيام، فغادي تاخذوا هذا المشروب هذا بعد الاستيقاظ مباشرة، يعني بعد يعني بعد ما كنستيقظوا او لا بعد ما كنفيقوا، فناخذوا هذا المشروب هذا على الريق قبل الوجبه ديال الفطور. الا ما قدرناش فممكن نخليه حتى الليل يعني قبل الوجبه ديال العشاء ونشربوا هذا المشروب. كيف ما ممكن نقسموه الى نصفين، ناخذوا النصف الاول قبل الفطور والنصف الثاني قبل الوجبه ديال العشاء، هاد الشيء الا ما قدرناش. فدائما نحاولوا اننا نشربوا الوصفه بالطريقه اللي كنبغيو حنا، ولا نشربوا المحلول ولا المشروب بالطريقه اللي كنبغيو حنا باش هكذا نقصوا الوزن، لانه الا جينا وقلنا مثلا المشروب ما نقدروش نشربوه في الصباح فاكيد ما غاديش نقصوا الوزن وبالتالي ما غنتبعوش الوصفه. فالا ما قدرتوش تشربوه في الصباح، بالنسبه للناس اللي مرادين بالمعده ومرادين بزاف ديال الامور فاكيد ما كاين حتى شي مشكل، خذوا كوب صغير بعد يعني وجبه ديال العشاء ولا قبل الوجبه ديال العشاء فاكيد غادي يعطيكم نتيجه.
بالنسبه لهذا المشروب هذا على الاقل دوموا عليه 3 ايام، اما على الاكثر فممكن دوموا عليه شهر شهرين ثلاثه اشهر، ما كاين حتى شي مشكل. ما تحبسوه حتى تحسوا بالنتيجه المطلوبه، عاد تحبسوا الوصفه ثلاثه ديال الايام فقط كتبداو تلاحظوا النتيجه اولا الفرق اللي كيكون بسيط ماشي كبير. يعني هذه نقطه نبين نوضحها في هذا الفيديو هذا اكيد، لانه كاينين الناس كيعانوا من سمنه كثيره، فما يمكنش في ثلاثه ديال الايام تبان النتيجه يعني تنقص لهم الوزن اللي بغاو. فاكيد يجب تكرار المواظبه، واكيد فاش كنكرروا اي شيء وكنواظبوا عليه الحمد لله كيعطينا استحسان ونتائج مذهلة ومرضية للجميع. فكانت هذه الوصفة ديال اليوم، وقضية واحدة أخرى نسيتها اللي هي واش المشروب نحتفظوا به في الثلاجة أو لا. فأكيد ممكن الاحتفاظ به في الثلاجة، غير هو حاولوا دائما تذوقوا المذاق ديالو، و يعني تحاولوا تلاحظوا واش بحال المرة الأولى ولكن فرق. إذا كان فرق فحاولوا ترميوا المشروب وعودوا مشروب آخر، لأنه كيصبح مشروب عادي يعني ما كاينش فيه فوائد أو مزايا بخصوص التخصيص. اللي بغيتو فوائد دائما المشروب حاولوا تخليوه 3 ايام حتى 5 ايام على الاكثر، ورميو المشروب وعوضوا مشروب واحد اخر باش هكذا دائما تبقى الفعاليه او المفعول ديالو حاضر وبقوه بخصوص التخصيص. فوصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى انه فيديو اليوم نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بالبيج لايك، اشتراك في القناه، تضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.